مساء الخير متتبعي قناة لميا تي في فلوغ، مرحبا بكم في قناتي. اليوم غنديرو كابوتشينو بمكونات بسيطة اللي هما 4 كأس من سنيدة، 4 كأس من قهوة سريعة الذوبان، وكذلك 4 كأس من الماء. خاص يكون ضروري نفس الكمية ديال الماء تكون الكمية ديال القهوة ونفس الكمية ديال سنيدة، وكذلك الباتور اللي غادي نطربو به الكابوتشينو ديالنا، وما نساوش الحليب اللي غنفيضوه من بعد. بقاو معنا باش تشوفوا طريقة التحضير. إذا كنتو باقي ما اشتركتوش طبعا ديروا ابوني، وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش لايك باش تدعمونا وتعليقاتكم، وشكرا. بقاو معنا نبداو على بركة الله. طريقة التحضير، ناخذ القهوة سريعة الذوبان، نضيف لها سنيدة والماء، غنحركو بمعلقة تيدوب مزيان، خاص ضروري الإناء يكون غارق شوية باش ميبقاش يترش ليكم القهوة ما تكونوا كتخفقوها بالباتر. الأول غنديرو غنشعلو عليه غير شوية، إذا نبداو كنضربو شوية بشوية. في الأول ما نجهدوش بالسرعة ديال الباتر، كما كتشوفوا هو بدا كيبهات اللون ديال القهوه، ما بقاش لنا اسود. القهوة بدات تولينا مفتوحة شوية، وبدا بحال ولا تخان، مبقاتش خاصة.
كان كما كتشوفوا ها هي طلعت فيه اذا ها هي لاموس ديال كابوتشينو واجده متقولي لكم هكا راه نشحت لكم الطريقه ديال الكابوتشينو الطبيعيه هذه هي الطريقه الصحيحه ديال الكابوتشينو الان غادي نفيض الحليب ونديرو في الطاس ونرجع لكم اعزائي المشاهدين بالنسبه للكابوتشينو الا بغيتو تحتفظوا به في الثلاجه ديروه في بواطه ديال الدجاج وغطيوه ديروه في الثلاجه تقدروا تدوزوا به واحد 3 ايام ولا 4 ايام الحليب هو فدرتو في ليطاس دابا غناخذوا شويه من داك الكابوتشينو وديروا واحد 2 معالق صغار في كل طاس ما نحركوش بالزربه غندير غير بحال هكا باش تطلع ديك لاموس تولي عندنا في كابوتشينو لعشاق القهوه فهاد الكابوتشينو غيعجبهم عاود ما تمشيو للقهوه تشريو واحد تاخذ واحد الطاس تيكون غالي من الاحسن تصاوبوه في المنزل ديالو كما كتشوفوا الكابوتشينو ديالنا واجد كنقدموا لكم بالصحه والراحه كنتمنى تجربوه وتخلوا لنا في التعليقات ديالكم عفوا خلوا لنا التعليقات ديالكم وقولوا لنا كي جاكم هذا الكابوتشينو بالنسبه للحليب ما تفيضوه ما غديوش فيه السكر لان القهوه غتكون حلوه كابوتشينو غيجيكم هو هذاك مع الحليب اذا نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تضغطوا على ابوني ولايك وكذلك زر الجرس باش يوصلكم الجديد الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله